السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني وحبايبي في الله. يعني اشتهيتكم تكونوا معي بهالموقع هاد، لازم تشوفوا مثل ما بشوف انا، بس مثل ما ذكرنا انه العين المجردة افضل من كاميرات بألف درجة. بحب وجه رسالة اليوم هاد بهاللحظة هاي، في شباب كتير ما عم تعجبهم الغربة او ما عم يعجبهم القانون بهالبلاد. بحب قلن انه في مليار شخص سواء كان مذكر او مؤنث يتمنى ان يكون في موقعك، يتمنى يكون في مكانك انت اللي مو عاجبتك هالبلد هاي وعم تتأفف انه شو هالبلد هاي وشو هالبلد هاي. مليار شخص يتمنوا ان يكونوا مكانك، من الشرق الاوسط، من افريقيا، من شرق اسيا، مليار شخص اي اذا مو اكثر. يا زلمه لك انسان لا ينكر نعمه ربه. يعني اسوأ شيء انك تنكر نعمه ربك. حسبنا الله ونعم الوكيل، شو بتكون احسن من هيك؟ شخص عم يعلمك لغه، عم يأمن لك مسكن ومأكل ومشرب، يعني بصريح عبارة لك عم يسويك بني آدم، عم يسويك زلمة. ما عم يقول لك لا روح اشتغل خذ اجرتك مثل ما بدك، تعلم لغة. ما بده يتعلم لغة، بده دغري يركب سيارة ويطلع بث مباشر انه انا راكب سيارة ويورجيكم السرعة تبعيته قديش فيها بنزين. حسبنا الله ونعم الوكيل، معلش تحملوني. انا حسيته منظر كتير